أهلاً بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعات إخبارية. مسيرة الإنسان عالم غريب من العجائب، جامعة كل الأضداد، سهلة وممتنعة، واضحة ومبهمة، تشبه الأخبار التي نسمعها ونرويها، أحجية تتداولها الألسن لتبقى في وجدان الزمن. رحلتنا في مسيرة إنسان اليوم نبدأها معكم في برنامج متابعات إخبارية، فابقوا معنا. أكدت الإدارة العامة للطيران المدني إتمام كافة استعداداتها في مطار الكويت الدولي، وذلك لنقل حجاج بيت الله الحرام، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية. شرفت اختبارات الثانوية العامة على الانتهاء بأداء طلبات القسمين الأدبي والعلمي يوم أمس امتحان التربية الإسلامية المؤجل. الاختبارات سارت بالشكل المطلوب، وكما سعت إليها وزارة التربية بتهيئة الأجواء المناسبة والمريحة لمساعدة الطلبة على قطف ثمار جهدهم خلال الأعوام الماضية. أما في أخبارنا الدولية وتحديدا في قطاع غزة، استشهد نحو 40 فلسطينيا وأصيب مئات آخرون في 5 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات بقطاع غزة في 24 ساعة الماضية. بدوره حذر رئيس لجنة الطوارئ في مدينة رفح من توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات، الأمر الذي سيؤدي إلى استشهاد المزيد من المدنيين. وفي مهمة دبلوماسية جديدة، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة ضمن جولته الثامنة بالمنطقة لبحث جهود مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا ومن المقرر أن يتوجه بلينكين أيضا خلال الأسبوع الجاري إلى الأردن وقطر في مسعى لزيادة الضغط على حركة حماس وحكومة الاحتلال من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة. أهلا بكم من جديد. أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعثة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة بإدراج الكيان المحتل في القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال. من جانبها رحبت الرئاسة الفلسطينية بهذه الخطوة وطالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار فوري بوقف الحرب على قطاع غزة. Both in offices and shelters. And I repeat my call for a full. إلى عالم الرياضة، يستعد ملعب ميونخ لكرة القدم قبل أيام من استضافة المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأوروبية 2024. وتم افتتاح الملعب الذي يتسع ل 66 ألف متفرج، وهو موطن فريق بايرن ميونخ في عام 2005. كما استضاف ملعب ميونخ نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 وربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بين إيطاليا وبلجيكا.
وستلعب على ملعب ميونخ 6 مباريات، تبدأ بمباراة ألمانيا ضد اسكتلندا في 14 يوليو، وتنتهي بمباراة نصف النهائي في 9 يوليو. وقبل اليوم العالمي للمحيطات، استعدت منظمة غير حكومية في جزر الكناري الإسبانية لإطلاق سلحفاة ضخمة الرأس تعافت بعد بتر زعانفهما كجزء من دراسة لتحديد كيفية تعاملها في البرية بعد الجراحة. وكان لدى هذه الأسماك الضخمة في مركز استعادة الحياة البرية في تاليارتي بجزيرة كناريا الكبرى أجهزة تحديد المواقع GPS مثبتة على أصدافها، حتى يتمكن الباحثون من تتبع سلوكها بمجرد عودتها إلى المحيط. غطت آلاف الأسماك الميتة سطح بحيرة في ولاية تشيهواهوا شمال المكسيك، وجاء نفوق الأسماك في بحيرة بوستيلوس بالقرب من بلدة أناهواك خلال فترة جفاف طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية. وقال مسؤولون إن مستويات المياه في البحيرة منخفضة بشكل خطير، يعاني ما يقرب من 90% في المكسيك بشكل من أشكال الجفاف، وهو أعلى معدل منذ عام 2011. أطلقت شركة فيرجين جالاكتيك رحلتها الفضائية التجارية 7، انطلقت المركبة الفضائية وسط هتاف الحشود في سبيس بورت أمريكا في نيو مكسيكو، ويضم الطاقم رائد الفضاء الاحتياطي توفا أتاسيفر من وكالة الفضاء التركية في مهمة أكسيوم الفضائية 3 و3 رواد فضاء خاصين. ستكون هذه هي المهمة الثانية للشركة لعام 2024. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، وأشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.